بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. محمد فتح الله مدافع الفريق الاول لكره القدم بنادي طلائع الجيش حصل على جائزه رجل مباراه فريقه امام انبي. وصلاح محسن بيخضع لبرنامج تاهيلي في الايام الحاليه للتعافي من اصابته الاخيره في العضله الاماميه، وهي الاصابه اللي حرمته من المشاركه في مباراه انبي يوم 4 اكتوبر اللي جاي، وحاليا بيتم تجهيز اللاعب لمباراه الاسماعيلي والمقرر ليها يوم 8 اكتوبر اللي جاي في الدوري. منتخب شباب السلة تحت سن 23 سنة خسر أمام ليتوانيا بنتيجة 20-18، وده في بطولة 3 في 3 لكأس العالم واللي بتقام ببولندا ومستمرة لحد 1 أكتوبر اللي جاي. كمان خسر المنتخب أمام نظيره الإيطالي بنتيجة 21-16، وده خلال مباريات امبارح. فريق كرة السلة للزمالك تغلب على نادي العربي الكويتي بنتيجة 89-63 ببطولة الدوحة الدولية للسلة، واللي مستمرة حتى 30 سبتمبر الحالي. منتخب مصر لكرة القدم للصم فاز على المنتخب الماليزي صاحب الأرض بنتيجة 1-0، وده في آخر مباريات الدور الأول بكأس العالم لكرة القدم للصم، وأحرز الهدف ماهر الجوهري. رابطة الدوري الإسباني أعلنت أسماء المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدير فني خلال شهر سبتمبر الجاري. القائمة ضمت شافي هرنانديز وفالفيردي مدرب أتلتيك بيليباو وميشيل سانشير مدرب جيرونا. نادي ميلان تغلب على فريق كالياري بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب سردينا أرينا ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2023-2024. نادي جيرونا حقق الفوز على مضايفه فياريال بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني. ريال مدريد فاز على نادي لاس بالماس بنتيجة 2-0، وده خلال المباراة اللي أقيمت امبارح على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2023-2024. كمان نادي ليفربول تأهل لدور 16 في كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه امبارح على فريق ليستر سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة في الموسم الحالي 2023-2024. فريق نابولي حقق الفوز على مضيفه أودينيزي بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب دييغو أرماندو مارادونا ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2023-2024.